قريب والله قريب. مواطنين تشرب معناها تاخذ معناها طاوله فارغه ولا كم ولا فما شيء معناها. خذها والله خذها، شوف شو هذا كل سقوفات. صح ولدي صح. يعطيك الصحة سيد الرئيس. قد شال ولدي قد ايه؟ والله 18 سقف سيد الرئيس. شو 18؟ 19 وكم يعني؟ كم يعني؟ ايه كم يعني؟ شيء سيد الرئيس كعبة كثير. ونقصه شو اسمه سفناري. شو نقصه سفناري وكعبة كثير؟ والله تخلي توراني شارب قريب الغازو معناها. وغازو كعبة كثير شو زرمان العباد ولا ايه سفناري. لا تخليه تخليه كبير. ولك برشا تشرب برك انت. والله كل يوم سيد الرئيس. يعطيك الصحة. اي نعم. يعطيك الصحة. خذها خذها. على كل حال كمل ودي كمل تعبتين خلصين من عنده تو شوف الموضوع هاي. لكن كل يوم بس كم يوم بعد يقولوا الانتاجية كيفاش طاحت وكيفاش المواطنين على اعصابهم كيفاش هذا كل واحد بلا صيانه معناها بعد. اي نعم. كمل الشكر. كل هذا تو كل كيف كيف هذوك زرهم انا انا تو لهم هبط حمص هذه معناها. حمص غالي يا ولدي قداش الحمص؟ والله ب 15 مليون سيد الرئيس. ايوه انا حتى ببيع. خذ والله خذ هذا امور داخله معنا وفوضى كبيره ياسر. اي تو شوف على كل حال يعطيكم الصحة. شو بدك شو بدك؟ شو بدك يا ولدي؟ هذا شرب سيد الرئيس شرب. قلت لك انا ماكله ما بعرف شرب. قداش قداش كعبه؟ هلا يا سيد الرئيس الانوار بدي تمشي 50 60 وفي المطاعم هكا في اللب الليلي واحد قداش؟ والله تش حتى 300 يا سيد الرئيس. 300 معناها مواطن يدفع 300 في دبوسه. قضيه انتم قاعدين تعملوا في غمه للناس معناها باش يدوروا علينا بعد. شو 300 شو تعطيكم 300؟ حتى حد ما يخبرني الناس كل ساكته معناها نمشي انا ضحيه كذا. هي على كل حال هذوما اشياء باش ننظروا فيهم من هنا الغدوه مجلس وزاري باش نعملوا بيان للشعب باش نحطوا الامور في نصابها. بسم الله الرحمن الرحيم. قررنا نحن رئاسة الدولة تخفيض كل أسعار الكحول لكل الزبرات التونسيين والتونسيات كما جدولناه على الطريق التالي ذكره. بالنسبة للجيعة التونسية ما يعبر عليها بالبيرة وكرش أو الصغيرة قررنا أن تكون حق الدبوزة 300 مليم لا غير وكل قارورة كبيرة معها ركوبة جبن تستوري شوية لوز لوز على حسب الموسم كان لوز اخضر نعطيه كيلو وكان لوز اخضر نعطيه نص طن كل التونسيين. بالنسبه للشراب الاحمر الشراب الاحمر لضمان صحه المواطن كل الكعبه مطبوط 700 مليم ومعها ربع جنريه بيولات هذاك الباهي وشويه بشباش وشويه سفناريا طبعا وكل موسم فلاحي تتغير الكمية على حسب ما موجود في السوق. اما بالنسبة للشراب الابيض الفان بلون بانواعه يعني تقول بانواع انواع كل كاية وكلهم قررنا تسعيره 900 مليم وكل كعبة لابد يكون معها طيل فريتير ولا سردينة المنمشة واؤكد على السردينة المنمشة وكذلك ما يقلش من ساق بتاع كيلو ونص بوغرنو ولا كلوبيس ولا مور على حسب ما موجود في السوق. هذا بالنسبه للكحول والبيره. وهنا ازف بشر لكل التونسيين اللي يحبوا الفودكا التونسيين والتونسيات نقول لهم قد قررنا نحن رئاسه الدوله بعد مشاورات مع كل اعضاء الحكومه ان نخفض سعر قاروره الفودكا إلى 5 دينارات تونسية وبالنسبة للشارك مجانا وكذلك الكمية والجود أورانج مجانا لكل التونسيين. وقد قررنا كذلك وهذه بشرى لكل الزبرات التونسيين وهذا بتشاور مع المجلس الأعلى للكحول في منظمة الأمم المتحدة أن نجعل عام 2011 سنة الزبرات التونسيين سنة الفودكا والمرناج وهذا لكل التونسيين والتونسيات وكل شباب العالم. وبذلك نكون ان شاء الله قد وفقنا في التركيز التوازن بين الكمية والشرب فلا مجال للشرب بلا كمية ولا مجال للكمية بلا شرب وذلك بعيدة صحة المواطن والانتاج والانتاجية للبلاد.
فاشربوا واكموا، وكما يقول مثل الشعب التونسي اللي يسكر مكلاش نهار يقوم يلقى صحته ما ثماش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.